لان مشاهد متبع قناه شفتها في مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. صراحه كانت واحد العمليه ديال الاعتقال واحد الشخص يعني السن ديالو كيتراوح ما بين 18 سنه الى 19 سنه، يعني كان هاز معاه واحد السلاح ابيض من الحجم الكبير، يعني في حين ان تم الاعتقال ديالو ورجال الامن لقاو سلاح ابيض اللي هو يعني وضعوا بجانب واحد البودرات يعني بالقرب من شارع محمد الخامس، واحد البودرات في واحد الزنيقه هنايا قرب من محطه واحد مجهود كبير حتى يعني عطروا على هذا السلاح ابيض من الحجم الكبير وقاموا باعتقال ديال هذا الشخص هذا. يعني صراحه اللي كان غادي يشكل واحد الخطر كبير على الناس الماره او لا على اي شخص كان يدوز من ذاك المكان، كان غادي يجري فيه او يتلقى ليه او يضرب شي واحد. يعني فمشكورين رجال الامن صراحه، فرقه ديال الدراجين يعني فرقه ديال الدراجين اللي قامت بواحد الامر كبير وواحد المجهودات كبيره حتى اعتقلوا هذا الشخص هذا ولقاو السلاح الابيض اللي عنده من الحجم الكبير من نوع موديا. صراحه هنا خطينا امن في بلادنا، يعني مجهودات جباره جباره، يعني صراحه شاهدتها بام الاعين ديالي اللي قاموا بها رجال الامن خصوصا فرقه ديال الدراجين اللي قاموا باعتقال هذا الشخص هذا. غادي نعاود نذكركم، شدوه امان يعني الساحه ديال ماريشال بالقرب من شارع محمد الخامس قرب المحطه ديال التراموي. صراحه هنا خطينا امن في بلادنا، والله القسم هنا خطينا امن في بلادنا، يعني يكون ما تشدش هذا الشخص كان غادي يدير شي فعل اجرامي كبير. تحياتي لرجال الامن، تحيه لرجال الامن طبعا الاخ جوكر، تحياتي لرجال الامن. صراحه لهلا خطينا امن في بلادنا، دائما هما في بالمرصاد لهاد المجرمين هادو، يعني دائما بالمرصاد لهاد المجرمين اللي كيقوموا بالافعال الاجراميه. صراحه مجهودات كبيره وكبيره جباره حتى اعتقلوا هاد الشخص، يعني هو والجنويه ديالو نقولوها بعد الله في ذلك. يعني صراحه كنتمنى انه ياخذ عقوبه سجنيه اللي تكون صارمه ويبقى عبره يعني لاشخاص اخرين او للمجرمين اخرين عفوا، باش هادشي ما يبقاش يتكرر. يعني ولينا كنشوفوا مؤخرا هادشي ولا كثر بزاف. يعني صراحة مجهودات كبيرة من طرف فرقة الدراجين تابعة لمنطقة أنفا. الآن هاد الشخص هذا راه تم النقل ديالو من هاد المخفر ديال الشرطة إلى مركز المداومة التابع لمنطقة أنفا اللي كيتواجد بمنطقة المعارف. يعني تحياتي لرجال الأمن، مشكورين على المجهودات صراحة الجبارة اللي كيقوموا بها ليل نهار من أجل الراحة ديال المواطنين ومن أجل إيقاف هاد المجرمين هادو. فكنتمناو أن هاد الشخص هذا ياخذ عقوبة سجنية تكون صارمة باش ما يبقاش يكرر هادشي ويكون عبره لاشخاص اخرين. مره اخرى غنبغي نشكر فرقه الدراجين. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم على امان، نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.